لو جينا شفنا هنا الإحداثيات هنلاقيها بالسالب، يبقى كده يبقى في حاجة غلط. إن أنا أحول من دي إكس إف على طول بيحصل مشاكل، في حالة إن أنا عملت جيو داتابيز وعرفت له الكوردينيت سيستم بتاعتي. يعني إيه في حالة كده؟ يعني أنا ممكن أحول لشيف فايل على طول من خارج وما يسألنيش على الكوردينيت سيستم ويطلع صح، بس هضطر إن أنا أعمل حاجة تاني. طب تعال نشوف، أدي البوليجون وأقول له إكسبورت وشيف فايل تو شيف فايل سنجل، يعني هطلع شيف فايل واحد بس، مش هطلع كذا ليارات. يعني انت ممكن تطلع المجموعة دي كلها في، يعني ممكن تطلع كل حاجة في شيف فايل. اقول له خرجها لي، الشيف فايل ده خرجه لي هنا، انا بحدد على الفولدر واقول له اد واقول له سموهولي بيلد برضو، واجي على الاس كيو ال بتاعي الفلتره اللي احنا قلنا عليها اللير بتساوي هو نفس البيلد. تعالوا عشان نشوف الفرق، واقول له اوكي. لازم نظهر الديتيلز دي بتاعتنا، يعني احنا لو خلناها كده مش هنشوف العمليه هل في ايرور طلع ولا لا، فلازم نكون فاتحين الديتيلز بتاعتنا. خلاص بقول لي كومبليت وبقول له كلوزد، ادي البيلد بتاعي اللي اتخلق، ما سالنيش وما طلعليش ايرور. هل معنى كده ان الفايل صح؟ هو طلعه في المكان بتاعه لكن الاحداثيات بتاعته مظبوط. طب ايه المشكله؟ لكن مش معرف الاحداثيات، مش معرف الكوردينيت سيستم بتاعه، عشان احنا من شيف فايل احنا ما كنا حددناه كده. لكن هل كده صح؟ لا، احنا لازم هو متعرف الاحداثيات بتاعته وكل حاجه، لكن في الكوردينيت سيستم مش متعرف تبع ايه، مش متعرف تبع ايه الاحداث بتاعه او المسقط بتاعه ايه. فلازم ان انا اقف على الشيف فايل وابدا ان انا اعرف له الكوردينيت سيستم بتاعتي هي ايه. اقف على الجيومتري واقول له الكوردينيت سيستم بتاعي بالطريقه اللي احنا اتعلمناها واقول له يو تي ام. طيب هو ده الحل؟ مش ده الحل طبعا. يعني انا بعمل شيف فايل واحد دلوقتي، ممكن يكون عندي 100 شيف فايل، 150، 200، عدد لا نهائي من الشيف فايل. فهل معنى كده ان انا هبدا احاول بعد كده اجي على كل شيف فايل واقول له بروبرتيز واحدد له الكوردينيت سيستم بتاعته؟ طبعا مش منطقي. ففي خطوه مبدئيه زي ما قلنا ان احنا لازم، تعالوا نشوف لما نقف على الدي اكس اف كده بروبرتيز ايه اللي هيطلع. بيقول لي الكوردينيت سيستم بتاعك مش معرف. الله، يعني هو انا ممكن اعرفه هنا؟ ممكن تعرف الدي اكس اف ده وانت تقول له ان الرسم ده بيقع، هو طبعا طالع بالاحداثيات بتاعته في مكانه مظبوط لكن مش معرف. هتقول له مكانه في اليو تي ام، ان الاحداثيات دي في اليو تي ام وزون 36 في النورث، وتقول له ابلاي واوكي. دي اول خطوه لازم تعمل، بعرف الكوردينيت سيستم للدي اكس اف. معنى كده ان لو جيت خرجت منه اي حاجه هتخرج مظبوطة. تعالوا نشوف، هقول له بوليجون شيف فايل وفي نفس المكان واد، واقول له هنا بيلد 2 مثلا عشان نفرق من اللي موجود، واقول له اس كيو ال واخرج اللاير بتاعي اللي هو البيلد. كده احنا تعال نشوف فيلد 2 داون موجودة تمام والاحداثيات مظبوطة. طيب تعال نشوف البيلد الاولانية اللي احنا معرفناهاش الاحداثيات، متعرف خلي بالك ان هو موجود في مكانه ومتعرف في احداثياته لكن كوردينيت سيستم مش معرف. احداثيات بتختلف عن المسقط. ونشوف البروبرتيز بتاعه، قلنا الجيومتري متعرف الكوردينيت سيستم والسبيشال ريفرنس بتاعه. طيب تعالوا نلاحظ الفرق ده لما نفتح الارك ماب ونيجي نعمل اد للشيف فايل لكل واحد منهم. تعال نشوف الرساله اللي كانت بتطلع لنا في الاول. ببدا افتح ايه الارك ماب بتاعي وادخل اعمل اد للشيف فايل اللي انا لسه عامله. تعالوا نشوف اول واحد اللي هو بيلد اللي احنا عملناه في الاول، نعمل له اد.
بنقول له ادي البيلد الاول بتاعنا ونقول له اد هاتهولي. طبعا الرسالة واضحة اللي هتظهر، ادي الرسالة بتاعتنا بيقول لي عندك الاسباتشال ريفرنس بتاعك معلوماته مفقودة، لكن هينزل في مكانه المظبوط، لكن احداثيات هيجيب لي بالمتر وكل حاجة واحداثياته الصح، لكن جنبها بيقول لي انه حتى يعني هو مش هو موجود احداثيات، لكن مش متعرف ده بالمتر ولا بايه، لان كل مسقط ليه نوع الاحداثيات، ممكن يكون جغرافي بالدقايق والدرجات. فهنا طلع لي الرسالة دي. تعالوا نشوف فيلد 2 نزل مكانه ومكتوب الاحداثيات ومعرف كمان بنظام الاحداثيات بتاعته بالمتر. يبقى كده بيتضح لنا الفرق في عملية الكونفرت من الدي اكس اف دون، ان احنا لازم نعرف الدي اكس اف دون، نعرف له المسقط اللي احنا نشتغل عليه والزوم بتاع المنطقة اللي احنا بنشتغل عليها. نرجع تاني للدي اكس اف بتاعنا اللي هو متعرف اللي احنا عرفناه، وهنبدأ ان احنا نشوف شفنا عملنا كونفرت للبيلد بتاعنا وعرفنا ان هو طلع متظبط. تعالوا نجرب اللاين. هنقف على البولي لاين ونقول له اكسبورت شيف فايل سينج. واقول له خرجه لي في الجي اي اس. هناخد بقى هنا احنا عارفين اللاين ايه الرود، طيب هناخد الايه المين رود. راح اقول له لاير بيساوي وهات لي كل اللايرات، وجاب لي هنا كل اللايرات اللي فيها لاين وحاجه تاني والبوليجون. هو هنا البوليجون بيخرجها لي، ممكن يخرجها لي على هيئه لاين في شكل لاين وفي شكل البوليجون الاساسي بتاعه. فببدا اختار، بقول له كلير، بقول له لاير بتساوي انا عايز المين رود بتاعي، اقول له هات لي المين رود. طيب وعايزين ايه السب رود كمان، اقول له اور لاير ايكوال هات لي السب رود بتاعتي، واقول له اوكي. بنروح نشوف، تعال نشوف ادي المين رود، نروح نقول له بريفيو، بنلاقيه طلع لي الطرق الفرعية والطرق الرئيسية. ليه؟ لان انا قلت له في الاس كيو ال بتاعي انا عايز الاتنين، طلع لي ده وده. يعني انا ممكن من خلال عملية الفلترة دي الاس كيو ال اطلع اللي انا عايزه، ممكن اطلع اللي انا عايزه، ممكن اطلع من جوه اللير الواحد حاجة واحدة بس. وده هنشوفه لما ندخل الداتا بيز بتاعتنا في شيف فايل جوه ايه الارك ماب في الدرس الجاي ان شاء الله. هنبدا ان احنا ازاي ندخل الداتابيز ونعمل تيبل، ونبدا ان احنا نعمل عليها كويري ونعمل سيلكت من خلال الداتابيز اللي احنا دخلناها دي. يبقى هنا عندنا احنا نبدا نعرف ان احنا نحول من الدي اكس اف، بيخرج لي عمليه الاكسبورت ان انا ممكن اخرج كفرج او جو داتابيز او شيف فايل بالطريقه اللي احنا شفناها. تعالوا نخرج في البوليجون، نخرج شيف فايل، نخرج الشركة لوحدها والجاردن لوحدها. طبعا بنجرب لنشوف العملية بتتم ازاي، ونقول له دي الكوم، واروح اخرج اقول له layer equal وهات لي الكوم، واقول له اوكي. بنلاحظ هنا في